أعزائي الطلاب، مرحبا بكم في خدمة دروس المرحلة الدراسية الثانية المتوسط الفصل الدراسي الثاني، المادة لغتي الخالدة، موضوع الدرس الوحدة الرابعة، حب الوطن، الفن الكتابي، كتابة قصة فنية قصيرة. يسعى هذا الدرس أيها الأحبة إلى تحقيق الأهداف التالية: أولاً، معرفة عناصر القصة، ثانياً، معرفة مهارات القصة الفنية، ثالثاً، ترتيب أحداث قصة مترابطة الأحداث. فهيا معاً لتحقيق هذه الأهداف. ما نوع النص التالي؟ الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. ما نوع هذا النص؟ الخيار الأول شعر، الخيار الثاني نثر. ما الإجابة؟ نفكر قليلا. شعر، أحسنتم، إجابة موفقة. من القائل؟ من القائل؟ نفكر قليلا. المتنبي، أحسنتم. عزيزي الطالب، صمم خريطة معرفية تتضمن عناصر القصة. ما عناصر القصة؟ أحسنتم، الزمان، المكان، أحسنتم، الشخصيات، الحوار، الحدث، النهاية. ما المقصود بهذه العناصر؟ الزمان والمكان، كل حادثة لابد أن تقع في زمان ومكان محددين، وينبغي أن يكون هناك ترابط بينهما. الزمان، ما مثاله؟ مثال ذلك العصور القديمة. المكان، مثاله المدرسة، المكتبة، المسجد، الحديقة، وهكذا. ما المقصود بالشخصيات؟ تنقسم الشخصيات إلى رئيسة وثانوية، وهي التي ترتبط بالأحداث وتتفاعل معها، أحسنتم. الحوار، ما المقصود به؟ هو ما يدور من حديث بين الشخصيات، وهو يشكل جزءا فنيا هاما من عناصر القصة. الحدث، ما الحدث؟ يعد الحدث أهم عنصر في القصة القصيرة، ففيه تنمو المواقف وتتحرك الشخصيات، وهو الموضوع الذي تدور القصة حوله. النهاية، ما النهاية؟ وهو الوصول إلى الحل، أحسنتم. أتذكر أن القصة حكاية أدبية نثرية حقيقية أو خيالية تدور حول حدث أو أحداث مرتبة ترتيبا زمنيا تصل إلى عقدة المشكلة تنتهي بحل. أقرأ الجزء القصصي أمامي ثم أكمل الفراغات أدناه. قضى عبد العزيز ورجاله بقية الليل في ذلك المكان في انتظار
بزوغ فجر الخامس من شوال، وبدأت الحركة تدب في البيوت الطينية الملاصقة لبيت ابن عجلان. فصلى عبد العزيز ورفاقه الفجر منتظرين الشروق في لهفة، وبينما هم كذلك فتح باب القلعة المصمك، وخرج ابن عجلان ومعه 10 من رجاله. ما نوع القصة؟ نفكر قليلا، ما الحل؟ واقعية. إجابة صحيحة. أشرنا قبل قليل إلى أن القصة تأتي واقعية وتأتي خيالية، وهنا أتت واقعية. ما المكان الذي وقعت فيه الأحداث؟ ما المكان؟ نفكر قليلا. الرياض، قصر المصمك. أحسنتم. من الشخصيات الواردة فيها، نفكر قليلا، عبد العزيز آل سعود ورجاله، وابن عجلان ومعه 10 من رجاله. أحسنتم. الفكرة الأساسية التي تدور حولها، ما الفكرة الأساسية؟ نفكر قليلا. استرداد الرياض. أحسنتم. إجابة موفقة. أرتب الأحداث التالية في شكل قصة مترابطة بوضع الرقم المناسب أمامها. الرقم الأول: التفت الفتى إلى رجاله وأشار بيده أن مكان الإناخة هنا. ما الرقم التالي؟ نفكر قليلا. كان الجوع والتعب قد أخذ من الرواحل كل ما أخذ، ولكن الرجال ما كانوا يفكرون في جوع أو تعب، فأمامهم أمر جلل. أحسنتم. إجابة موفقة. ما الرقم التالي؟ نفكر قليلا. نزل الجميع والظلام يلف المكان من كل جانب. أحسنتم. ما الرقم التالي؟ ما الإجابة؟ التفت إلى من خلفه قائلا: ليبقى محمد أخي ومعه الرجال هنا، وسأذهب أنا ومعي 7 من الرجال لنستطلع الأمر. أحسنتم. وفي الأخير ثم أكد عليهم ألا يتحركوا حتى يرسل إليهم، وقبل تحركه إلى الرياض أخذ يتأمل المكان جيدا. أتذكر أن المهارات الفنية في كتابة القصة هي: أولا، مهارة الوصف، وصف الأحداث والشخصيات والمشاهد وصفا حسيا ووجدانيا. ثانيا، مهارة السرد، أي ترتيب الأحداث وفق تسلسل معين بحيث يكون لها بداية ووسط ونهاية. ثالثا، مهارة ابتكار الأحداث وتخيلها أو تطويرها من أحداث واقعية صالحة للتعبير عن الفكرة المرادة في القصة. أضع عند كل جزء قصصي مما يلي نوع الوصف الذي يناسبه. النص الأول: وسرح بخياله بعيدا خلف تلك المنازل الطينية
التي تبدو مثل الأشباح تذكر طفولته وهو يركض في تلك الأزقة الضيقة تحفه الرعاية الأبوية، وتذكر يوم أن رحل من هنا مع والده وإخوته وهام في الصحراء زمانا متنقلا بين عرب العجمان قبل أن يستقر مقامهم في الكويت، وتذكر يوم الصريف من العام الماضي. ما نوع هذا الجزء القصصي؟ الخيارات: الخيار الأول وصف المشاهد، الخيار الثاني وصف الأحداث، الخيار الثالث وصف الشخصيات. ما الإجابة؟ وصف الأحداث. أحسنتم. النص التالي: يأتمرون بأمر فتى شامخ على راحلته، في المقدمة تكاد تخط رجلاه الأرض لطوله الفارع وجسمه الصحيح، فقد كان عريض المنكبين مهيب الطلعة، وكانت عيناه تتوقدان ذكاء ونبوقا، قسمات وجهه تدل على السماحة والبشاشة رغم كل شيء. ما الإجابة؟ الخيارات: وصف المشاهد، وصف الأحداث، وصف الشخصيات. الإجابة: وصف الشخصيات. أحسنتم. النص التالي: كان الركب يتهادى بين الكثبان الرملية المتناثرة هنا وهناك، والأرض جرداء إلا من لونها الذهبي العير، قد كلت من طول المسير، السكون يخيم على المجموعة، والشمس في اصفرارها الأخير، وحرارة الصحراء بدأت تخف. ما الإجابة؟ الخيارات: وصف المشاهد، وصف الأحداث، وصف الشخصيات. نفكر قليلا. وصف المشاهد. أحسنتم. صمم خريطة معرفية تتضمن مهارات القصة الفنية. ما مهارات القصة الفنية؟ نفكر قليلا. نستطيع أن نجيب. نفكر. ما الإجابة؟ أحسنتم. الوصف كذلك. السرد. أحسنتم كذلك. ابتكار الأحداث وتخيلها وتطويرها. تعلمنا اليوم عناصر القصة: الزمان، المكان، الشخصيات، الحوار، الحدث، النهاية. كذلك من مهارات القصة: الوصف، السرد، ابتكار الأحداث وتخيلها وتطويرها. هذا هو درسنا اليوم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.